السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مجددا في القناة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. اليوم فيديو جديد. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو بعجالة وبسرعة غادي نشارك معكم تتبيلة الدجاج اللي عندي أنا معتمدة دائما كنديرها، فغادي نشاركها معكم إن شاء الله. إلا كنتم مهتمين فتابعوا معايا الطريقة والمقادير اللي غادي نستعمل. فهنا عندي الدجاج من بعد ما غسلته ونقيته مزيان، فأنا خديت الفخاد. ممكن أنكم تأخذوا أي منطقة من الدجاج، الصدر أو الجناح، أو كيبقى نفس التتبيلة. وممكن كذلك أنكم تستعملوا الدجاجة كلها مجموعة. فهنا غادي نبدأ ندير البهارات إن شاء الله. فعندي هنا أول حاجة الفلفل الحلو الأحمر. بالنسبة للكمية عندي أكثر من 2 كيلو ديال الدجاج، يمكن 2 كيلو 300 غرام ديال الدجاج. فبالنسبة للبهارات اللي كنحط الكمية راه تقريبا شي نصف ملعقة كبيرة. أنا الملعقة اللي راني كنعبر بها صغيرة، داك الشيء علاش كندير ونعاود. فنصف ملعقة كبيرة مملوءة. هنا عندي الثوم بودرة، عندي الفلفل الحلو الأحمر والثوم بودرة. والآن غادي نحط الكركم أو الخرقوم عفوا. بالنسبة للثوم بودرة إلا ما كانش متوفر عندكم ممكن أنكم تطحنوا الثوم عادي. هنا عندي الزنجبيل، هنا العلبة تقريبا فارغة، داك الشيء علاش راني كنحط ونعاود. أما بالنسبة للكمية فراها تقريبا شي نص ملعقة كبيرة مملوءة. هنا عندي الكمون، وأخيرا الفلفل الأبيض. ممكن أنكم تستعملوا الفلفل الأسود إذا ما كانش متوفر الفلفل الأبيض. اذا هنا عندي بهارات الدجاج او ملح الدجاج، فمتواجد ولا متوفر عند المحلات ديال الاتراك، فممكن انكم تستغناو عليه الا ما متوفرش عندكم. فماشي ضروري، غادي ندير رشه فقط، وهو اصلا كيكون مالح. فالى استعملتوه انتبهوا في الملح، ما تكتروش في الملح العادي. هنا عندي الحامض، عصير الليمون او عصير الحامض، عندي واحد القياس ديال نصف كاس صغير. هنا غادي نقوم بإضافة الملح، الملح دائما على حسب الذوق. وأخيرا غادي نضيف واحد نصف كأس صغير من زيت الزيتون. غادي نمزج هاد العناصر جيدا مع بعضها. اذا هنا من بعد ما دخلت هذيك البهارات في الدجاج حتى انني ندخلهم بين الجلده واللحم ديال الدجاج، غادي نغطي عليها ونحطها في الثلاجه ونخليها واحد المده نتاع 3 سوايع على الاقل. فاذا من بعد ما تشرب الدجاج ديك التتبيله غادي ندخلوه للفران. وهذا هو الشكل النهائي. نتمنى ان هذه التتبيله تكون نالت اعجابكم. وإلى فيديو مقبل إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.